بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى جمهور في الدنيا جمهور قناة الصحة والجمال وجمهور برنامج بيت أميرة. يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة. النهاردة حلقة جديدة وحلقة مميزة طبعا من حلقاتي، وان شاء الله تعجبكم. اهم حاجة بقى الحاجات اللي بتخطف العين، معانا الحاجات الهاند ميد، ومعانا الأمراية اللي منوراني الأستاذة آلاء زعير. إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. بجد منورانا والحاجات جميلة وتحفة وشكلها جميل. يعني ابدأي حاجات بقى، يعني ابدأي لنا، عرفينا إمتى ابتديتي بشغل الهاند ميد، وعرفينا عن تجربتك برضك. مين اللي علمك ولا هي هواية؟ تمام. وانا كنت بحب اتفرج عليها من وانا صغيره في ابتدائي. بعد كده احنا عايزين نروح فاصل بس ونرجع تاني، في حاجه في الصوت. ورجعنا تاني في بيت اميره واللي منورانا الاء زعير. ازيك يا الاء؟ هنرحب مع بعض ان شاء الله دلوقتي بقى بالشيف. يعني ازيك يا شيف؟ منورانا والله. تسلمي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول ما هنبدا كلامنا طبعا هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهلا وسهلا بالاستاذه منورانا واستاذه اميره منورانا. ربنا يخليكي منورانا في البرنامج بتاعك في بيتك. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. وانت هتاكلينا في بيتنا يعني، وكمان شفتي بقى عازمينكم في بيتكم. اول حاجه بس عاوزه اقولها للناس المتابعين بتوع قناه الصحه والجمال، متاسفين جدا على التاخير، كنا اتاخرنا عليكم، متاسفين جدا. ودلوقتي بقى هنبدا مع بعض على طول وهنقول هنعمل ايه النهارده. النهارده طلب مننا مكرونه بشاميل بتكاتي انا وبحركاتي، فان شاء الله هنعمل لكم مكرونه بشاميل وان شاء الله تنول اعجابكم وتكون عند حسن ظنكم، وتجربوها كده وتقولوا لي بقى في التعليقات بتاعتكم ان شاء الله تعجبكم. ويا ريت ارقام التليفون بتاع البرنامج تتحط على الشاشه عشان كل الناس حبايبنا بيحبوا يتصلوا علينا وبيحبوا يكلمونا. تمام. انا النهارده معايا ايه؟ يا ريت الكاميرا تقرب على المكونات بتاعتي وتجيبها. الكاميرا يا ريت هتقرب على المكونات بتاعتي وتجيبها. ماشي يا استاذ. عشان نقول المقادير بتاع المكرونه بشاميل معايا دلوقتي. حاجات جميله بقى يعني، حاجات ما هي الكاميرا لما تقرب عليا هتشوف كل الحاجات الجميله دي. الكاميرا تقرب بقى العين يا جماعه بتاكل قبل البق. يعني انا جوعت من حالا. طيب عشان نخش بقى في الموضوع على طول هنقول المقادير وبعد كده هنشوف الطريقه ايه. انا يا جماعه معايا كيسين مكرونه كيسين مكرونه فرن اهو، عشان الهواء انا سلقاها الاول قبل الهواء. انا طبعا المكرونه هنقول المكونات الاول. معايا كيسين مكرونه، معايا نص كيلو لحمه مفروم، معايا بصلتين مبشورين، معايا ثلاث طماطمات صغيرين كده متقطعين كده حتت صغيره بس متقشرين، معايا فلفل الوان او لو عندك صح؟ او لو عندك اخضر عادي براحتك، اختياري حراق بارد اللي تحبيه، فلفل حلو زي ما انت عايزه. ده كده بالنسبه للحمه المفرومه. معايا بقى للبشاميل طبعا معايا رتل لبن، ومعايا دقيق، ومعايا شوربه دجاج، ومعايا طبعا للعصاق برضو كمان لازم نحط معلقه صلصه. معلقه صلصه تديها لون يعني ونكهه. ومعايا بقى البهارات بتاعتي اهي، طبعا ملح، معايا كوبيبة صيني، ومعايا جوز الطيبه، رشه جوز الطيبه، ومعايا نص معلقه قرفه ناعمه. القرفه الناعمه بقى دي المقادير دلوقتي عندنا على الشاشه، اللي يحب ان هو يكتبها يا ريت حد يحط المقادير على الشاشه عشان لو حد حابب ياخد الطريقه بتاعتي دي. وطبعا بشاميل. مكرونه بشاميل. وطبعا فلفل اسمر، ورق لوري، وحبهان. تمام. فلفل اسمر، ورق لوري، وحبهان. وملح، وكوبيبه صيني، وجوز الطيبه، والقرفه الناعمه. كده ديت البهارات بتاعه اللحمه العصاج. تمام. هنبدا بقى نعصج اللحمه بتاعتنا وكمان هنعمل البشاميل، وهنشوف بقى مع بعض الطريقه خطوه بخطوه.
اتفضلي مع الاستاذه وشرفتونا. عشان نبدا بقى نطلع الروايح ونبدا بقى نشتغل. تمام تمام ماشي. يلا هنبدا بقى نعمل اللحمه العصاج ونعمل ال... ازيك عامله ايه اخبارك ايه؟ نبدا بقى نشوف موهبتك وشغلك، تكلمينا اكتر عنه. مش موهبه قوي، طبعا مامتي هي السبب في ده ما شاء الله. هي اللي معلماني بقى طبعا. هي اللي معلماني. ربنا يخليها لك طبعا يا رب. كنت بشوفها بقى واحنا صغيرين تعمل لنا، كانت تعملي شنط صغيره وكوفيات وحاجات كده بسيطه فعلا. كنت... الحاجات اللي كنت ببقى بنشوفها جميله، الحاجات الصغننه التريكو ده شغل جميل جدا. وعند مين كانت هي كنت ببقى مميزه كده وسط صحابي، فبدات بدات تعلمني واحده واحده. حبيت الموضوع وحبيت بقى ان انا اعمل لنفسي حاجات. كنت في الاول مشغوله بالدراسه، كنت بتعلم بسيط قوي، ما كنتش لسه عملت الحاجات دي كلها. دراستك ايه اصلا يعني؟ انا خريجه كليه تجاره. دايما كل الموهوبين تحس ان يعني هم في حياه تانية والدراسه حاجه تانية، يعني عندهم ميزه. والله كده. انا ما حد ما بيحبش الروتين خالص او ابقى في حاجه واحده، لا. بحب ان ادخل في كذا حاجه واجرب كذا حاجه. عندك موهبه تريكو بس او الهاند ميد بس؟ لا ولا بعمل حاجه يعني. انا برضو جرافيك ديزاينر، دخلت برضو في الجرافيك شويه، في القرايه شويه، كتابه شويه. بحب كده اجرب كل تصوير برضو شويه ما شاء الله. بحب اجرب كذا حاجه. ف بيجي بقى الشتاء، يعني انا حد بيعشق الهاند ميد عشان اولا مش موجود، يعني حاجه مش موجوده في ما بنلاقيهاش. انت بتعمليها وانا بعملها بالديزاين اللي انا عايزاه وبختار الالوان اللي انا عايزاها والشكل اللي انا عايزاه، فانا اللي ببقى صاحبه الديزاين وبيبقى حاجه كده وان بيس، ما بتتكررش فعلا. غير لما انا احب اعملها تاني. ف بتبقى حاجه شيك كده وجميل. احنا معانا مداخله الاستاذه اميره من أسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. ازاي حضرتك يا استاذه اميره؟ ربنا يخليكي. ازاي حضرتك؟ شكرا خالص على البرنامج الجميل ده. تسلمي لي حبيبتي، كلك ذوق والله، ربنا يخليك يا رب. شاكره على اتصالك جدا. يعني نفسك طب هو تقدمي يعني لو عندك موهبه، لو عندك اي فكره ان شاء الله ممكن نستضيفك ان شاء الله في البرنامج. حد حبيبك، حد غالي عليكي، عايزه تهنيه، عايزه تبعتي اي رساله، اتفضلي حضرتك. طيب انا كنت عايزه اسال بس الضيفه، الحاجات الجميله دي بتتباع فين؟ يعني ممكن اروح اشتريها منين؟ تمام. انا عندي الصفحه اونلاين، هننزل برضو الصفحه. تمام. ادخلي بقى على المسجز على الصفحه، يعني اعرفيها اسم الصفحه ايه. البيج بتاعتي اسمها هاند ميد ستور، هتلاقي عليها كل حاجة. يعني أنا أي حاجة بعملها بنزلها، ولو أنت عندك أوردر مخصوص يعني أو حاجة حابة تتعمل مخصوص، مش شرط على البيج بس هو المتاح، أي حاجة برضو عايزاها بتبعتلنا وإن شاء الله بننفذها يعني. تمام. لو عندك خالص. أي تصميم. ماشي يا حبيبتي، مع ألف سلامة. أوكي يا أستاذة أميرة. لا ثانية واحدة. تمام اتفضلي. معايا حضرتك؟ معاكي. تمام. طيب أنا بعرف أقدم برامج. ايه دي موهبتي، بعرف اقدم برامج. تمام. انت تابعي بس مع البرنامج وان شاء الله باذن الله تكوني معانا ان شاء الله عن قريب. ماشي، متشكره ليكي جدا وان شاء الله تحققي كل احلامك. بس اهم حاجه الاصرار والعزيمه يا جماعه، والله صح ولا ايه؟ طبعا. يعني انا في الاول انا كنت في حاجات كتير، انا يعني انا بدات كان نفسي اعمل ايس كاب ليا. كنت نفسي. بداتي ايه بالظبط؟ ايه اللي انت بداتيه وقلتي واو انا ازاي عملته؟ اول حاجه عملتها كانت شنطه. اول حاجه عملتها خالص الشنط. يا جماعه استنوا علشان نشوف. اتكلمي انت وانا اشوف الحاجات الحلوه دي. كان نفسي في الاول اعمل شنطه، واول حاجه بدات بيها كانت هي الشنطه. يعني بعد كده عملت الكوفيه، كان في هنا الكوفيه اللي جنبي جديد دي. كانت اول كوفيه اعملها ليا برضه. جميله شكلها. كنت بحب الستايل دوت، وبعدين بدات برضو احاول كتير ان انا اعمل ايس كاب، مش عارفه اعمل ايس كاب، وادخل على النت واشوف بيتعمل ازاي، كان بيبوظ مني. بعد كده بقى بدات اتعلم بقى، اشوف فيديوهات، اخلي ماما تساعدني. هل في يعني في موضه في الهاند ميد؟
هي ولا انتوا اللي بتصنعوا الموضه؟ لا هي مش موضه، هو الفكره كلها تبع الالوان اللي في السوق، اللبس يعني مثلا ممكن بيجي وقت الايس كاب، والسنه دي مثلا بنات كتير قوي بتلبس الايس كاب على الحجاب، بيبقى شكله لطيف والدنيا طبعا البرد اللي احنا فيه فبيبقى شكله شيك، فبتبداي ان انت بتعملي الايس كاب اكتر شويه. ده بتختاري تصاميمك ازاي؟ يعني حد بيساعدك ولا بتشوفي على النت اه ده جميل ازاي اعمله على تصاميمي انا، وازاي اعمله بشكل مختلف؟ انا بصراحه بنزل محلات الاصواف، يعني هي انا مبقاش عايزه اخرج منها الالوان، واقعد اظبط الالوان على بعض واشوف بقى الصوف نفسه، لان الصوف فيه خامات وفي الصوفه بتبقى بتفرق من صوفه لتانيه، فببدا بقى ان انا اظبط الالوان على بعضها او اختار شكل الصوف اللي يبقى شكله حلو يدي، لان الصوف لو مش كويس بيخلي شكل الشغل مش لا فعلا مش لطيف خالص. الريحه ظاهره بقى، بدات اجوع. ايه يا شيف ايه الاخبار؟ يلا الكاميرا بقى تجيب معايا. انا دلوقتي عصقت اللحمه، تمام اللحمه غيرت بس لونها، وبدات بقى حطيت لها البصل والبهارات بتاعتها بس سنه كده صغيره، ونبدا بقى نديها الطماطم والفلفل الالوان اخر حاجه عشان انا مش عايزاه دبلان قوي. بس ايه رايك في الحاجات الهاند ميد دي؟ لا بصراحه بجد حاجات جميله جدا، يعني عايزه الكاميرا لازم بقى ناخد شويه حاجات كده من الاستاذه قبل ما تمشي. في هدايا على فكره للمتابعين، هننزل مسابقه تبع البرنامج، الصفحه بتاعه برنامج بيت اميره مع اميره شعلان، وان شاء الله في للمتابعين اللي هيعمل بقى يعني فعل اكتر مع البوس ان شاء الله ليه هدايا. دي جميله جدا، دي بيت اطفال. جميلة جدا وشكلها تحفة، بس المفروض لها استك ولا برباط؟ إيه برباط، برباط كده، سلسلة صغيرة كده على الوسط. دي يا جماعة جميلة والله، اللي عنده بنات بقى يدلعهم. انا عندي والله، انا عندي يعني بنوتين وبنت ان شاء الله، بنت سيلفي كمان يعني التالتة، ربنا يخليها لنا يا رب يا رب. يعني بجد يا جماعة شوفوا الالوان، الالوان مفرحة جدا، حاجات حلوة بقى تنفع للشتاء وللساقعة اللي احنا فيها الجبارة دي. دي بقى مفارش للبيت، طقطوقة، ترابيزة صغيرة، بتخلي بتفرق في شكل البيت جامد بصراحة. ده يا جماعه شوفوا الايس كاب، انا حبيت الشتاء، ولو ان بقول دايما لسلفتي ما بحبش الشتاء ابدا ابدا. تقول لي والله من النوع اللي انا ما بحبش دي حاجات رجالي بقى، يعني اخواتي بقى بيستغلوني في النقطه دي، بظبطهم بقى في انا استغلك علشان جوزي واخواتي بقى وده كده طقم على بعضه، الايس كاب والكوفيه بتاعته. واو، بس بتجيب الصوف، الصوف ده منين؟ يعني بنزل بقى بلف في حباش، في مكرم، في وسط البلد، ساعات بجيب بقى المصانع. بس ده تقيل قوي، ده من نوع اللي هو الصوف تخينة. ما هو بيدفي، في تقيل بيدفي وفي تقيل تحس ان هو زي عدمه. لا انا بجيب بقى الاصوف اللي هي ترمي دفى، يعني حتى لو رفيعه، يعني شوفي الكوفيه دي رفيعه خالص بس تلبسيها بتدفي. جميل جدا، والالوانات ملفتة جميلة. انا عايزه اقول حاجه على الشنط، الشنط انا مش بعمل تنفع رجالي وحريمي يا جماعه. اللي ياخد حاجه يلبسه، اللي الاثنين يلبسه سوا. جميل جدا. ايه يا شيف ايه الاخبار؟ بس عايزه اقول حاجه، تمام. عايزه اقول بالنسبه للبشاميل يا جماعه، انا ما قلتش المقادير بتاعتها. البشاميل كيلو اللبن بيعمل 4 كوبايات، كل كوبايه لبن عليها معلقه دقيق، وكل معلقه دقيق عليها معلقه سمنه او زبده او زيت زي ما تحبي. تمام، يبقى مقادير يعني البشاميل عامه الزيت ده اختياري، بحيث ان كل واحد كل واحد بيختار كل واحد بيختار الماده الدهنيه اللي بتتناسب معاه. تمام. بالنسبه في الشتاء دلوقتي يعني احنا بنفضل الزيت شويه عشان يعني ايه خفيف على المعده يعني. لا علشان الجو برد والحاجه يعني المكرونه اول ما المكرونه هتبرد هتلاقيها بسكت كده جمدت قوي. بشاميل معايا خلص اهو، لازم يجمد ولا اهو سمك البشاميل اللي معايا. ايوه عايزين نوريه. ايوه تاني يا شيف لو سمحتي كده اهو، تاني طلعي كده لفوق شويه كده. ايوه، بحيث ان هو يكون نفس تمام. ده البشاميل، وبالنسبه للحمه المفرومه اهي،
هنشيل بقى البشاميل عشان هو كده استوى. تمام. هشيل البشاميل هنا ونجيب اللحمه المفرومه مكانه. اللحمه المفرومه اهي. بس يعني بنوسع عشان الكاميرا بس اللي تبين الحاجه اهو. ونحط بقى الفلفل الالوان دلوقتي. تمام. انا مقطعه الفلفل الالوان زي المكرونه يعني، مقطعاه كده طويل كده زي المكرونه. آه. اجنحه كده زي المكرونه بس الواناتها بقى. يتعصب برضك معاها ولا في الاخر بقى؟ بحب احطه في الاخر عشان تتنهى الالوانات بتاعته حلوه. تمام. وكمان عشان ما يتبلش قوي ويتني القرشه بتاعته يعني ايه فيه. تمام كده بقى خلصنا. عايزين نقول بقى هنعمل ايه في المكرونه بعد كده. المكرونه يا جماعه انا سلقاها يعني نص سلقه، المكرونه بتاع البشاميل اللي بتتسلق نص سلقه، وبنحط عشان ما تتهريش برضك وعشان ما هي هتشرب من البشاميل. احنا عاوزينها تشرب من البشاميل. تمام ماشي. وهنحط بقى عليها كميه البشاميل اللي احنا عاوزينها، اللي هي ايه، هنحط عليها البشاميل يعني تقريبا 3 ارباع البشاميل اللي معانا. تمام. 3 ارباع البشاميل اللي معانا. مكرونه اهي مسلوقه نص سلقه نص سوا. ما بنحطلهاش زيت ولا بنحطلها حاجه في السليق علشان البشاميل يمسك فيها. تمام. وهنحط تقريبا 3 ارباع البشاميل اهو فيها. البشاميل طبعا متبل كويس، محطوط عليه ملح وفلفل. تمام التمام يعني. وكمان هحط عليها شويه لحمه اهو. خلي بالكم بقى احنا حاطين حبهان. لا بتقول لك يا جاعه. حاطين حبهان هنا حالا حالا. حاطين هنا حبهان في اللحمه المفرومه وورق اللوري. فلما نيجي بقى نعمل يعني لما نيجي نستخدم اللحمه المفرومه لازم نشيل الحبهان وورق اللوري. بعد كده بقى ايه الصينيه معايا اهي. انا يا جماعه انا مش هدهنها سمنه ولا زيت، انا بدهن كده بدهن بشاميل. تمام. بحط لها شويه بشاميل. تمام. وكاني بدهنها عادي، ما قعدناش بقى بندهنها بقى بالسمنه ولا بالبقسماط ولا بدقيق السميد ولا كده. شويه بشاميل كده بالكاميرا يعني. هوريها لك. هوريها لك. تمام اهي اهي. حط شويه ال كانك بتعملي سمنه وتدهنيها في هو كل ما يكون فيها بشاميل عامه، كل ما البشاميل كتير فيها البشاميل حلو، المكرونه من تحت كمان بتستوي في البشاميل بتشرب من البشاميل. ما تنسيش ان انت مش مسويه البشاميل قوي، مش مسويه المكرونه قوي. المكرونه اهي دي الصينيه. تمام. يلا بقى عشان ما نتاخرش على الاستاذه اميره. هنرص بقى نص المكرونه تحت والعصاج، وبعدين هنحط المكرونه الباقيه والبشاميل وهنوريها لكم لما تخلص. تمام. جميله جدا ولا هي الاء؟ طبعا يعني ريحه الاكل مغريه بصراحه. عماله تقول لي انا جايه من غير فطار، انا جايه من قلت لها الشيف عندنا بتعمل اكلات جميله. انا جايه من ايه ده؟ الفطار بتاعنا مكرونه. عايزين بس نوريهم الايس كابات الحاجات دي، وبالذات المفرش ده مش مفرش، دي سجاده والله. مش شاي. ايوه وريها لي طالعه من عيني يعني. عماله اقول ده شال صغير كده بيتحط على الكتاف. تمام. ده الايس كاب بتاعي. بيطلب منك ايه اكتر يا الاء؟ الايس كاب والشنط. شفتوا يا جماعه اما بيتحط كده. دي صور الاكسسوارات يا جماعه، دي صور الاكسسوارات دي. او مش عارفه اطلع، حد يجي يطلعها عشان. ايوه تمام. بصي ده اهو برده ده جميل. خلاص تمام. الشنط بقى انا مش بعملها بالصوف. ليه بقى؟ الصوف بيتمط لو حطيتي حملتي فيها حاجه هيتمط وهينزل لتحت لو حملتي فيها حاجه. وبجيب الاكسسوري بتاعها جلد دي مثلا. تمام. يعني انا بجيب القاعده بتاعتها جلد وكل حاجه فيها جلد، بتديها شياكه ومتانه اكتر. احنا معانا صور برضو كل حاجه حتى التوك عاملاها. جميله جميله. بعمل بقى حاجات صغيره كده للاطفال، الحاجات اللي بنستعملها كلنا في الشتاء دي بنحتاج بنبقى متلكفين. الله دي جميله. كل حاجه على فكره رقيقه جدا وشكلها جميل جدا. وبعمل لهم البطانه وبجيب لهم الخامات عشان تبقى جامده. دي بقى ممكن تقعد معاكي العمر كله. فعلا والله يعني جامده. بجيب خيط جامد والجلد اللي فيها بيدعمها بيخليها قويه. شفتوا دي كمان حتى اللون بتاعها لون جميل جدا.
يا سلام، جميلة جميلة، تسلم ايدك بجد والله، يعني اشغالك جميلة جدا ورقيقة زيك، انت منورانا وان شاء الله تنورينا مره تانية ان شاء الله باذن الله. هتستنينا بقى ناكل بره يعني ما اكيد ان شاء الله. خلصت فقرتنا ولينا فقرات كتير كمان مع بيت اميره، انتظرونا فاصل ونواصل. ورجعنا تاني في بيت أميرة، وازيكم كلكم عاملين ايه؟ وحشتوني. بفاجئكم كل شوية بحاجات جميلة، وبالذات الاكسسوارات عالم تاني وعالم جميل، ودايما اما بنشوف حاجة كويسة وحاجة جميلة ومميزة ومعمولة لشخص واحد، تيجي تجري عليه تقول له دي معمولة فين؟ طب معمولة عند مين؟ فمعانا برضك مصممة اكسسوارز جميلة وعسولة. ازيك عاملة ايه يا بسمة؟ الحمد لله. بسمة جابر هتعرفنا على نفسها وهتعرفنا على الاكسسوارز العظيمة الجميلة اللي شكلها جميل جدا ومختلفة، فنبدأ معاكي. ماشي. الأول أنا رحب بالأستاذة بسمة، نورتينا وشرفتينا. ميرسي جدا. وإيه الحاجات الجميلة دي؟ ميرسي. تسلم إيديكي على كل الحاجات اللي حضرتك عاملاها. هنقول بقى المكونات بتاعة صينيه البطاطا بالبشاميل علشان تلحق تستوي عبال ما حضرتك تكملي حوارك مع الاستاذه بس. تمام، مفيش مشكله. احنا يا جماعه هنعمل بطاطا بالبشاميل النهارده. بطاطا بالبشاميل مكوناتها عباره عن بطاطا كده بقى يا شيف، يعني كله بشاميل في بشاميل اهو عشان الشتاء. هنعمل بطاطا، معانا بطاطا ومعانا لبن ومعانا سكر ومعانا دقيق وفانيليا عشان البشاميل، ومعانا مكسرات، وطبعا معانا زبده علشان هنعمل بيها البطاطا. دي المكونات. الطريقه بقى، انا سلقه البطاطا، وعندكم بقى طريقه السلق ثلاث طرق، انا حطاها على القناه بتاعتي مطبخ نجلاء موسى، اللي يحب يشوفها اكتر من طريقه. ويا ريت تنزل برضك يا جماعه، ويا ريت مقادير المكونات بتاع صينيه البطاطا تنزل على الشاشه. تمام، على الشاشه. تمام، جديده على فكره يا شيف برضك، يعني مش لا هي هي برضك مش جديده قوي، بس يعني في ناس كتير مش بتعملها. هي اول مره علشان حضرتك ليبيه يعني. فعلا من ليبيا ومنورانا هنا. قالت فانيليا قلت ده سويت ولا سالي؟ مش عارف. لا هي بشاميل مسكر. هتدوقي بقى يعني عشان يبقى في مكرونه بشاميل وفي بطاطا بشاميل. كله بشاميل يعني. هتعملي بشاميل؟ يلا حظي بقى. تمام، بس هنبدا بقى الطريقه مع بعض. البشاميل بتاع البطاطا هو بالظبط زيه زي البشاميل بتاع المكرونه بشاميل، بس كل الفكره بدل ما هنحط ملح وفلفل للبشاميل هنحط سكر وفانيليا. تمام، وهنحط بقى الزبده معانا اهو عشان هنحمر بيها الدقيق، هنعمل كده البشاميل. وطبعا معانا اللبن. البطاطا بقى بنسلقها وبنهرسها كويس قوي بالهراسه بتاع البطاطس دي، بنسلقها وبنهرسها بننعمها كده زي ما حضراتكم كده شايفين. تمام، جميله مريحه، كل شويه بتطلع. اهي البطاطا طبعا عشان خاطر الهوا. طبعا بنحط عليها سكر ولا احنا سلقينها وهرسينها وانا بسلقها بحط عليها 3 معالق سكر كده. تمام، بحط عليها شويه سكر. تمام، علشان بس اللي يشوفك. وطبعا هنحط عليها مكسرات، انا هحط عليها مكسرات اهو، انا وانا بهرسها حطيت عليها 3 معالق سكر. تمام، وهحط عليها مكسرات. المكسرات دي بقى اختياري، يعني اللي عندك حطيه، اللي انت حابه تحطيه، اللي موجود عندك حطيه. جوز الهند وزبيب، عايزه تعملي فول سوداني تنعميه برضو وتحطيه، كل واحد يحط وذوقه والحاجه اللي هو بيحبها. ايه رايك يا بسمة هتجربيها؟ وهنقلبها بقى كده. طبعا طبعا البطاطا خفيفه جدا على المعده على فكره، وفي منتهى الجمال. مش 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 تقيله ولا حاجه. والبشاميل برضو ممكن تعمليه خفيف برضو. هي هتجرب هتاكل الاول. دوقيها، لو دوقتيها صدقيني هتعجبك. ومش هتبطلي ان انت تعمليها ان شاء الله، والاولاد كمان كلهم بيحبوها جدا. تمام، انا دلوقتي بقى هعمل بشاميل. من بسمه الاكسسوارز برضك حرفه ولا موهبه ولا الاثنين ولا لا؟ هو انت عشان تطلعي قطعه زي دي مثلا انت محتاجه قوانين معينه عشان تعرفي تشكلي الحجر وتركبي الحجر على المعدن.
فده بيدخل في موضوع الحرفة شوية. تمام. الموهبة دي ذوق في الآخر. لا ذوقك جميل جدا يعني جداً. بجد انا لابسه منه يا جماعه. والساعه كمان بقت اكسسوارز يعني. دي ازاي؟ عايزه اعرف. جميله جدا وانت عاملاه بشغل بسيط ومدخله التريكو. دي فكره جميله. دي عجبتني جدا فكره التريكو دي. انا ابتديت فيها من 2014. تمام. نظر الحاجه بس علشان الكل يشوفها. حاولت استخدم على قد ما اقدر ماتيريال مختلفه. هي فعلا اشكالها مختلفه جدا. بس يعني عشان تتميزي في عالم الاكسسوار لازم تكوني جريئه وتخترعي. فانا يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا استخدم كذا ماتيريال. هنا بتلاقي القطيفه مدخلاها انت في اكسسوار. شكل جميل. شوفي الحاجه هنا برضو. احنا بس هنطلع فاصل ونرجع تاني. من الفاصل استنونا. اوعى تروح، اوعى تروح في اي حته تانيه. ورجعنا تاني في بيت اميره. ويعني ما تشغلوش بالكم يا جماعه، كل شويه فاصل. في ناس بتقول كل شويه فاصل علشان تشتاقوا للحاجات الحلوه دي. فيعني ايه اما نشوف حاجات زي الجمال ده مثلا. تحفه تحفه بال. ميرسي جدا. جميل يا جماعه والله. انا مش عارفه بجد، انا نفسي في حاجات جميله زي دي. فخلاص يعني لقيت الحاجات الجميله دي خلاص بقى. شفتي؟ لا 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 شوفي. وده ده. وده كمان. دي برضو جات لك الفكره منين ان انت تعملي تشغلي ده مع ده كده؟ يعني الاكسسوار مع التريكو. بالنسبه لي انا كنت عايزه اتميز بحاجه. فهي جت. شفتيها ولا لا؟ انت مخترعاها يعني؟ احيانا كده انا عشان اكون صريحه معاكي، احيانا كده بقتبس من الماركات العالميه وكذا. ففي كذا مره كانت نزلت حاجات شبه دي في ماركه معينه وكذا. بس ما قعدتش كتير. بس انا لفتت نظري ليه ما اعملش. وكانت طبعا باسعار فلكيه يعني. فقلت لي ما اقتبسش منهم شويه واعمل حاجه لي انا، براند باسمي واغير. حد بيساعدك طيب ولا انت ده تصميمك خاص بكي؟ بالنسبه لي انا ده تصميمي انا اللي عامله كل يعني ابتداء من الخيط ده لحد الشناشيب اللي تحت دي. معرفش اسمها ايه. جميلة. طبعا جميلة. مش محترفه. فبتلاقي اسماء الحاجات ضايعه مني. فمعلش. انت منورانا هنا في يعني بجد والله. وبلدنا الثانيه يعني مش حد غريب يعني. ليبيا جميله. معانا صور برضو. بس قبل الصور كمان يعني في برضو سؤال. ازاي تعرفي او توضحي لكل بنت او بنوته يعني او مدام ان هي تختار اكسسوارز معين؟ دي نقطة مهمة ودايما يعني بنصح. الاكسسوار بيغير صحابي. بيغير النظام الشكل كله. اول حاجة ما تشتريش لما تشوفي اي قطعة موجودة في السوق مثلا في وانت بتعملي شوبينج. اوعي تشتري حاجة من غير ما تتخيليها على لبس عندك. تمام. لان الحاجة بتقعد بتتركن بتبوظ يعني. بيمر عليها شهور سنين احيانا. فعلا. واحنا بنشتريها بسعر غالي وبتقعد. يعني فبتكون النتيجه يعني اكوام. مش عايزه اقول من اكوام. أيوة. من الاكسسوري مش بنستخدمها. فعلا. فانا بنصح ان قبل ما تشتري اي حاجه لازم تتخيليها على لبس. ممكن قطعه واحده بتغنيكي احيانا عن حاجات كتير. احيانا قطعه واحده بتغنيك عن انك تشتري كذا قطعه. مثلا البرونز الذهبي والبرونز الفضي لو اجتمعت في قطعه واحده هتغنيكي عن كل حاجه. ده برضك حاسه. يا نهار ابيض. لا 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 تحفه. انا برضو ده شكل غريب كمان يعني. هو ده على فكره شكله؟ لا ده اعاده تدوير بجد. ده وده اعاده تدوير. ده كان اكسسوري عندي. دي اسوره على فكره. ممكن تقرب بس الكاميرا. الكاميرا بس تقرب هنا.
تمام كده كده عشان الكاميرا يا جماعة. يلا دي إعادة تدوير الصورة. انت عندك كمان موهبة إعادة التدوير؟ دي موهبة على فكرة برضو، كما يكون حاجة عندك ممكن ترميها وتغيريها في شكل جذاب وجميل زي ده. في كذا حاجة، دي ودي. يعني انا اللي عجبتني دي إعادة تدوير. يا نهار ابيض، شوفي شوفي يا طن، يا نهار ابيض جميل، عامل زي التاج كده ورقيق جدا. انت نورتينا. وبتحلمي بايه بقى في عام 2021 قبل ما نختم؟ بالنسبه لي طبعا يعني على العام ولا الخاص؟ يعني على الخاص والعام، ايه رايك؟ عامه عايز ان شاء الله باذن الله ربنا يزيح الوباء يا رب. اللهم امين يا رب. يا رب. على الخاص بتمنى ان انا اوصل بشكل احترافي في صناعة الاكسسوارز ان شاء الله باذن الله، ونشوفك على خير إن شاء الله. ونجدد كمان اللقاء باذن الله بالحاجات الجميله دي. وجودي معاكي حبيبتي، وانت اتمنى الوقت يكون اطول ان شاء الله باذن الله. فلينا حلقات كتير وهنعرض الشغل ده اكتر واكتر باذن الله. انت نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله باذن الله لينا لقاءات كتير. استنونا، لينا فقرات كتيره ومتعدده، اوعوا تروحوا في اي حته. فاصل ونواصل. ورجعنا تاني في بيت اميره. وقبل ما ابدا الفقره بتاعتي، عندنا حاله انسانيه برجو من الساده، من السادة المسؤولين ومن السادة أعضاء مجلس الشعب. برجوكم أي حد يشوف الحالة دي يا جماعة بجد هتصعب عليه. أرجو بس الصورة. معانا الأستاذ عادل سعد النجيري، عنده 40 سنة، مش قادر من السمنة، السمنة رهيبة. فلو حد يقدر إن هو يساعده يعني بجد، إن هو يرجع حياته تاني ويسترجع حياته. مش قادر خالص بجد، السمنة رهيبة بجد. شوفوا يعني منظر رهيب، يصعب عليكم بجد. أي حد معرض للمرض بعد الشر يا جماعة، إحنا في أيام دلوقتي أي حد حابب إن هو يعمل خير بجد يعمله في الأستاذ عادل سعد النجيري. أي حد ممكن يتواصل معنا في البرنامج، وهنحط دلوقتي على الشاشة رقم أي حد ممكن يتواصل معنا. أرجو منكم بجد بجد ساعدونا، ساعدونا علشان نرحمه من العذاب اللي هو فيه. ويا رب دايما يا رب شفيه وشفي كل مريض، اللهم آمين يا رب. وهنرجع بفقرتنا مع الأستاذ أصغر مصمم جرافيك. ماشي تمام خلاص تمام. عشان عايزين نوري بس البطاطا بالبشاميل، احنا وصلنا لفين مع بعض. يا ريت الكاميرا تجيب لنا وتورينا احنا وصلنا لفين مع بعض. اهو يا جماعه البشاميل، البشاميل اللي هو بالسكر، البشاميل المسكر. شلنا بس الملح. البطاطا ازاي؟ وريهم بس كده، هوريهم. شلنا الملح والفلفل وحطينا سكر وفانيليا، وبقى بشاميل كده نفس السمك ونفس اهو اهو تمام. أيوه. البطاطا انا حطيت بطنت الصينيه مش بحاجه خالص، بطنتها ببشاميل زي ما بطنت صينيه المكرونه بالظبط. انا ببطن ببشاميل وبس، بطنت ببشاميل اهو. وبعدين حطيت بس وش الكاميرا هنا، حطيت البطاطا. أيوه. حطيت البطاطا بعد ما حطيت لها المكسرات بتاعتها والسكر، حطيتها اهي. وبعد كده هحط لها بقى طبقه البشاميل، هغطيها بقى بطبقه البشاميل كله اهو. وهندخل من تحت يا شيف ولا؟ ايوه، ما انا دهنت الصينيه. دهنت الصينيه بشاميل. تمام. مش بدهنها ماده دهنيه. انا بحط كله ايه، بحط كله بشاميل من تحت. تمام. ومن فوق. تمام. خلاص. وبعد ما نحطها كده خلاص هنفرد. تمام. البشاميل عليها كله اهو، كل البشاميل بتاعي. لازم البشاميل يكون طبقه كده يعني طبقه كويسه زي ما قلنا. البشاميل طبعا مقاديره كوبايه لبن على معلقه دقيق على معلقه زبده. تمام. يستحسن في الحلويات بنحط زبده علشان بتخلي الطعم احلى اهو. اهي ادي صينيه البطاطا بتاعتنا، هندخلها بقى الفرن اهو، وان شاء الله تنول اعجابكم ان شاء الله باذن الله. اهي جميله جميله. تمام. تمام.
هندخلها بقى الفرن وبعد كده ايه هنشوفها لما هتخرج مع بعض هنشوفها عامله ازاي. البشاميل خلصت المكرونه ولا لسه؟ المكرونه طلعت معانا اهيت ولسه هنوريها بقى في الاخر. تمام اهي مكرونه اهي. ما بتقطعيش؟ هقطعها دلوقتي. لا انا قصدي يعني في ناس بتقول لك ما بتقطعش لو هي سخنه. هي مجرد ما بتطلع وبتبرد بس دقيقتين يعني ما فيش خمس دقايق كده خلاص بتبقى خرطه خرطه عادي ما بتبقاش سايحه يعني. تمام تمام. يلا معانا بردك امسك ده علشان مايك اصغر مصمم جرافيك محمد علي فوده. ازيك عامل ايه؟ كويس منور الدنيا والله. امتى اشتغلت بالتصاميم ومين اللي شجعك ومين اللي مازال بيشجعك لغايه دلوقتي؟ هو الموضوع بدا معايا اول ما كنا بناخد موضوع التصميم ده في ابتدائي ايام برنامج جامبو والحاجات دي، فده اللي خلاني حابب الشغل شويه. تمام. فده اللي ده اول حاجه شجعتني غير الناس اللي شجعتني كتير من اولهم بابا الاستاذ علي فوده، وغير الناس طبعاً اللي غير الناس اللي طلبتني وطبعا اصحابي بنعمل مشاريع ولسه هنعمل وزي بابا وصاحبي مصطفى اكيد واستاذ عصام السباغ كان لي فضل ان انا امسك تصميم مطعم امريكي هنا في اسكندريه. ما شاء الله. يعني انت صغير على الكلام ده بس حاساك ما شاء الله خبير. والله ما شاء الله. يعني يا جماعه مش بصغر السن والله. الموهبه دايما موجوده عند صغير عند كبير، دي موهبه ربانيه. وهعرف منك بقى ايه طموحك المستقبليه كده؟ وان شاء الله يكون يعني ان انا اعمل شركه باسمي، ودي يعني حلم نفسي احققه ان انا ابقى اسم كبير لبراند كبير وموجود في كل حته ومعروف ان شاء الله. طب المصمم الناجح ايه المواصفات بتاعته؟ يعني ايه اللي يميزك عن اي مصمم تاني؟ اهم حاجه في المصمم انه يكون عنده ابتكار دائم. تمام. اول حاجه اهم حاجه هو هيسيب المايك اصلا كمان ده ولا قالوا لي المايك خلاص ملوش لازمه. تمام. تمام كده. اهم حاجه ان يكون عنده فكر دائم وابتكار، لان طول ما فيش ابتكار ما فيش تصميم. يعني لازم ابتكار، ودي بتفصل او بتميز مصمم عن مصمم. كل حاجه يعني لو انا جايه على عايزه اصمم حاجه معينه، ايه الاسئله اللي انت بتوجهها لي بحيث ان هو يبقى تصميم كويس وشيك اول حاجه في انواع كتيره للتصاميم. مثلا لو تصميم سوشيال ميديا بسألك انت عايزه توصلي ايه من التصميم بتاعك؟ عايزه توصلي ايه للجمهور اللي بيشوف التصميم؟ ممكن حاجه بسيطه بس توصل معلومه. توصل معلومات كتير. وبنختصر الكلام ومقاله كبيره في كلمه في قلب التصميم، دي بتغنى عن حاجات كتير. هو ايه اللي حببك اصلا في موضوع الجرافيك ده عموما يعني؟ اللي حاببني فيه انه المجال سهل، تمام؟ ومش يعني هو سهل وفي نفس الوقت ايه مش معروف، و طول العمر بحب التميز ان ايه حاجه مش معروفه ومش مشهوره قوي في بلدنا. فانا ايه حاببها، وده اللي شجعني ان انا اعرفها اكتر وان شاء الله يعني الجرافيك ان شاء الله باذن الله. طب الجرافيك ده مرتبط بالرسم ولا هو بيرتبط بالرسم في حاجات معينه؟ يعني زي اللوجو لو العميل عنده فكره معينه وممكن اخليه يرسمها انا ارسمها، في اختلاف ما بين ان هو بنرسم بنشوف احسن في التصميم قبل ما اعمل لوجو اي لوجو بدل ما اشتغل واوري للعميل، لا انا ممكن ارسم واوري له التصميم هيبقى عامل ازاي عشان ما اشتغلش ويطلع فعلا إيه فعلا مش عاجب. فكره كويسه. طب هو في دخل بيجي لك اصلا؟ بيعود يعني بيعود عليك بماده حاجه؟ اول كل مصمم كمبتدئ لازم الصور موجوده يعني معانا معانا حلويات اسكندريه ودي كوتونيل، يعني ما شاء الله ده اعمالك كلها جميله جدا. قهوة الشيخ يوسف كلهم جمال. هو يعني التصميم يعني موهبة ولازم الإبداع وتعتمد عليك دخل. طول ما أنت مبتدئ لازم يبقى في حاجة جنب التصميم. تمام. عشان إيه؟ لأن هيبقى صعب شوية. كل ما تكبر باسمك كل ما الناس هتطلبك أكتر، وكل إيه ما الدخل هيزيد لحد ما توصل للمكان اللي أنت خلاص هتعرف تنظم وقتك ونظم الدخل اللي داخل لك من التصميم وتبدا تنظم بحياتك ان شاء الله باذن الله. تكون اكبر مصمم ان شاء الله باذن الله،
ونجيبك هنا برضك وترضى تيجي يعني. ان شاء الله باذن الله. خلصنا برنامج بيت اميره بس الفقرات دايما ما بتخلصش. ان شاء الله استنونا كل يوم سبت الساعه 10 وهنشوف الشيف بس الحاجات بتاع الشيف الجميله. واللي عايز اي حد عنده موهبه اللي عنده فكره اللي عنده اي حاجه جميله حابب ان هو يأديها ان شاء الله باذن الله يكون معانا الاسبوع الجاي في بيت اميره الساعه 10. اوعوا تنسوا، اوعوا تروحوا في اي حته. في امان الله.